السلام عليكم أخواتي وبناتي. كما قلت لكم قناة عالم سايس وتكايس. اليوم إن شاء الله بادي عندي بد غنبدأ معكم اليوم بداك الشي قلت لكم اللي عندي في الدار ديالي. غادي اليوم نطيب شوية ديال الكرعين ديال الغنمي بالحمص وبإبلي، داك الزرع ديال الباكيات إبلي، كاين راه كلشي عارف إبلي. غادي نحتاج في المكونات، عندي زلافة الحمص، وعندي زلافة 4 زلافات إبلي، وعندي الكرعين ديال الغنمي. طبعا ما كلشي عارف كيكونوا مشويين ومغسولين ونضاف. عندي 1/4 كاس ديال الزيت الرومية، عندي قبيطة ديال القزبر ومعدنوس ومليحة، شوية ديال الكركم، شوية الكمون، شوية السودانية، شوية ديال الإبزار، الثومة، والقرفعوات. كان نديرو كل شيء هاد الشيء في الكوكوط، نديرو الزيت، نديرو القبيطة ديال القزبر والمعدنوس، نديرو المليحة، نديرو الكركم، نديرو الإبزار، نديرو شوية ديال الكمون، وهذا الكمون، شوية السودانية. الثومة كنقطعها أنا هاكا، عايزة نهرسها تنخليها هاك داك بقشور ديالها كيعطي واحد المذاق زوين. صافي بناتي، ونزيد واحد الكويس ديال الماء. وأخيرا أخواتي، هالكرعين اللي قلت لكم ها هما تيجيو لذاد وزينين بإبلي طابو. شوفوهم وديروا بحالهم وتاكلوهم بالصحة والراحة إن شاء الله. هذه هي الشلايضة ديالي، أنا كما قلت لكم غنشارك معكم داك الشيء اللي على قد الجيب، واللي حاشمنا وبارطاجيو خواتاتي صحاباتي بناتي، بارطاجيو باش تفعل عندي الجرس. وتنشكركم جزيل الشكر، انا كنعتذر الا غلطت ولا شي حاجه حيت اول فيديو هذا. طبعا راه كلشي في البدايه تكون صعيبه شويه، ان شاء الله عندي ما نعطي وعندي ما نقول اخواتي، ونفيدكم وافيد واستفيد، علاش لا؟ الانسان مادام هو عايش وباقي بالحياه وعنده تجربه في الحياه يعطي الاخوات وبنات، وعلاش لا؟ وحنا الحمد لله كل شيء دابا ميسر ولله الحمد، نفيد بعضياتنا. هذا الشيء اللي كان اخواتي، والسلام عليكم وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.